فضيلة الشيخ وفقكم الله، من كان قائما في صلاة الفريضة من كان قائما في صلاة الفريضة ثم انثنى وانحنى إلى الأرض ليأخذ شيئا منها كالمنديل مثلا، فهل فعله هذا مبطل للصلاة؟ لا، ما يبطل الصلاة، هذا لا يبطل الصلاة، وهو بحاجة إليه أنه يأخذه. نعم. فضيلة، سقط رداءه وأخذه من الأرض، عمامته سقط وأخذه، لا بأس. نعم، يعني هذا لحاجة. نعم.